مرحبا مشاهدينا اللي عم بيتابعونا عبر شاشة مريم تي في وعبر وسائل التواصل. رح نعمل جولة حول العالم لنتعرف على أولى وأبرز سيدات لمعوا بمجال الرياضة. دونت ألمانيا اسمها في سجل البلدان القليلة الفائزة بلقب كأس العالم لكرة السلة، وذلك بفوزها على صربيا 83-77 في المباراة النهائية في العاصمة الفلبينية مانيلا. انتزع منتخب كندا فوزا غاليا من أمام منتخب الولايات المتحدة بنتيجة 127-118 بعد التمديد ضمن مباريات التي جرت يوم الأحد 10 سبتمبر لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم لكرة السلة 2023 المقامة على الأراضي الفلبينية. حسم فريق الاتحاد تتويجه بلقب الدوري الأردني للمحترفات للمرة الأولى بتاريخه بعد التعادل مع الأرثوذكسي 1-1 في ختام منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الذهبية للنسخة الخامسة من البطولة. أعلن نادي الوحدة السعودي التعاقد مع المصرية منى طارق للتمثيل الفريق في دوري الدرجة الأولى للسيدات، وجاء إعلان السعودية عن الصفقة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس تويتر سابقا، مع نشر بقية أسماء اللاعبات السعوديات والأجنبيات اللواتي سيمثلن الفريق في الموسم الجديد. أعلن نادي العلا السعودي عن التعاقد مع لاعبة وسط المنتخب الكرواتي للسيدات فاتيسا جيجولاي، وكشف النادي السعودي عن الصفقة الجديدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس ليكون التعاقد الثاني للفريق هذا الصيف. وكان نادي العلا قد أعلن التعاقد مع لاعبة البوسنية الدولية سلمى كابيتانوفيتش. حققت ابنة مدينة صيدا ليمار بلطجي إنجازا رياضيا عالميا للبنان بفوزها بلقب بطلة العالم للفنون القتالية المختلطة عن فئتها العمرية المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي، حيث حازت على الميدالية الذهبية. هنأت الأسرة الرياضية الفلسطينية السباحة الأولمبية الفلسطينية سابين عيسى حزبون لحصولها على شهادة حماية الرياضيين المقدمة من لجنة الأولمبية الدولية في لوزان السويسرية، وتجدر الإشارة إلى أن حزبون مثلت فلسطين في أولمبياد لندن 2012 وحققت آنذاك رقما فلسطينيا لم يكسر لغاية الآن. وهيك بنوصل لختام حلقتنا. إذا عندكم أي معلومة حابين تزودونا فيها فيكن تتواصلوا معنا على الكومنت بوكس على يوتيوب، وشكرا للمتابعة.